مرحبا بكم، كيراكم دايرين حبيباتي؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا كل ما ندير وصفه في هذا الكيكوطا، ندير من داك لداك وصفات. اليوم قلت ان شاء الله ندير معكم الروز، بما انها عندها لوبسيون تاع الرايس تاع الروز، انا غادي نشارك معكم هذه الوصفه. لكن اول مره غادي ندير الروز بهذه الشوربه فيرميسيل، راني غادي نديرها نشوف ان شاء الله كي تخرج لي، وغادي نجرب الوصفه معكم. خليكم معايا حبيباتي، ما تنسوش ديروا لي لايك، خلوا لي كومونتير تاعكم، وراكم معايا. شوفو هنايا البنات، راني درت الزبدة ها هي، درت معاها الزيت والكيكوطا تاعي كنت مسخنتها من قبل هاكا. وراني غادي ندير هاد الشوربة. شوفو الشوربة انا عندي كي دايرة طويلة، هاهي شوفو كي طويلة. راني غادي ندير واحد بالك حفنة تكفي، الله. راني غادي نقليها شوية، هاد الروز بهاد الشوربة فيرميسيل أول مرة نجربه البنات، ونشمو واش ندير هاك، نزيد واحد شوية. غادي نخليها تنقلى. شوفوا الشوربة راهي تحمرت لي شوية في الوقت، بدات تلصق معاكم، تخافوش، قعدوا تحركوا تحركوا، كي تبدات يعني كي تنقلى شويه صاي نو ما توليش تلصق، وعسوها باش ما تنحركش. هنا الروز تاعي ها هو اللي وريته لكم بسماتي رويال، هذا هو. هاو شوفوا راني هنا خسلته وخليته ينشف غير واحد شويه، قطرته. واني غادي نديره هنايا، غادي ينقلى شويه مع هذا غير شويه، واحد زوج دقائق هكا. ايا وندير الماء. شوفوا نفس العبار تاع اللي درتو تاع الروز، هو تاع الماء كما انا درت في الكيسان. ها هما كيسان كما هكا، هذا كيس اللي عندكم ديرو. كي درت كيسان تاع روز، غادي ندير 6 كيسان تاع ماء، وغادي نزيد معاهم واحد ربع كاس تاع الماء بالنسبه لهادي، نص كاس بالنسبه لهاد الشوربه، خاطر الشوربه عندي طويله وتدي الماء، يعني غادي تدي الماء تاع الروز. المهم هذه هي البنات، هاد لوبسون هادي اول مره تخرج لي. بالنسبه للشوربه اللي كديتها بدات شويه تنحرك، يعني غير نسيتها شويه صانت لي الكيكوطا. شوفوا فود بيرن، يعني راهم يقولوا لي باللي الماكله تاعك راهي تنحرك. والله هذه اوبسيون عجبتني بزاف، سيت الوحده اللي كنسات هكا حشاها من دوك اللي ينسوا حشاهم ينحرك، هذه توالمكم بخياتي، توالمكم نيشان، يعني كي الحشا تاعك يكون ينحرك غادي تصفني لك تقول لك راهي ينحرك. عجبتني بزاف هاد لوبسيون، كاش على بالي باللي فيها ليسونسي. هاي راني درت الروز تاعي، وانا غادي نحرك، خلي غير واحد زوج دقايق، ونزيد عليه الماء، الماء يكون بارد عادي، ونزيد الملح، غنزيد الملح، ونزيد البون. بلحت الكيكوطا تاعي، درت هاد لوبسيون هادي تاع الرايس. شوفوا الروز طيبه لو كيما حنايا من نديروه، يعني من نطيبوه نقصوا له كاع. هنايا نضاري دير لي اون، دروك هاي اوتو، دوك تبدا ان شاء الله تاع الروز. الروز نظن عنده 13 دقيقه في هاد الكوكون. ليسونسي انا غادي نخليه، ما غادي لا نحركه لا نطلع عليه لا والو، غادي بلحت عليه، غادي نخليه حتى من يحبس وحده باش نحل. وبالنسبه تاع قبيله اللي قلت لكم باللي دارت لي فود بيرن، باللي الحشره ينحرك، باللي هذا الماكله يتنحرك، طفات الكيكوطا وحدها، ما كانش على بالي بهذا، ما كنتش نعرفها حتى دروك اكتشفتها معكم. الكيكوطا طفات وحدها، هذه حاجه شابه، يعني تنسيها ولا تخرجي ولا حاجه، ويبدا الماكله تاعك تبدا تنحرك، اي غادي وحدها تخرج لك هذيك فود بان وغادي تطفى وحدها. علامه تعاوننا بزاف هذه البنات. سي بون الكيكوطا تاعي راهي حبسات، وانا غادي نحل بسم الله، الله يجيب الخير برك. اول مره سي، غادي تشوفوا معايا كيفاش خرج الروز. والله لما زال فيها الماء، شتو الماء درت عبر، يعني هنا في امريكا كل عبر روز يديروا فيها عبر تاع ماء، يعني كاس روز كاس ماء. انا درت نفس الشيء، بالك الشوربه ما شربتش بزاف. شو نذوق بسم الله. شوفوا البنات الروز كيفاش طاب، طاب ما شاء الله،
والله لا طاب علامة، ما منطلش تعسي فيه، منطلش تحركي فيه. هذا الكيكو طعم ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك، روعة والله، غير تسلكك خاصة الخدامات وكل شيء. هاد الكيكو طعم تسلككم بزاف. هما دايرين ديك لوبسيون تاع الروز، ولكن انا كي قعد لي واحد 14 دقيقة، خاش داير 14 دقيقة، ومع قبل هذيك 14 دقيقة الماء يبدا يغلي باش عاد الكيكو طعم دير اون ديماري. يعني انا بديت مقلقة، قاعد تقول وقيلا نحل عليها، وقيلا دوك الروز تاني يتعجل لي، ما نضاريش يقعد كيما هكا الروز هذا بسماتي بالخف يطيب. المهم البنات، كي بغيت نحل لكم، شفتوا رد الفعل تاعي، كنت خايفه نلقاه معجن، لقيته على حبه، ها هو على حبه. درت له هنا شويه زبده وخليته، وراني ندير في اللحم تاعي، درت في الكيكوطه، درت الدجاج مع الغنمي شويه شويه، وراني غادي ندير له لاصوص يعني مع هذا الروز غادي ندير واحد لاصوص تاع الدجاج باللحم تاع غنمي وبصل وكل شيء. شوفوا هنا راهي عندي 8:30 تاع الليل البنات، يعني الحشه تاعي مانيش قاعد نقلق عليها، مانيش نديرها قبل بكري ولا حاجه، غادي نديرها كي تبقى ساعه للحشه، ولا عاد نخمم باش ندير الحشه. ولكن كي نكون باغي نديرها في كيكوطه، كي ما نكونش باغي نديرها في كيكوطه يلقني نديرها قبل. هنا بالنسبه للحم تاع غنمي تسقسوني تقولوا لي بلي زعما يطول ولا حاجه، ما يطولش، نسيته من قبل بالخف يطيب. يا ربي عندها 30 حتى 40 دقيقه كلشي راه واجد، كلشي راه طايب. ايوا راني هنا نغلي فيه، غادي نغلي الدجاج واللحم تاع الخروف، نغليهم ومن بعد عاد ندير لهم نطيبهم. المهم البنات، البارحة راكم بلي نسيت باش نوري لكم الروز كيفاش جا، تعشينا وما وريتها لكمش. هذا اللي بقى، بقى واحد شويه، هذا نهار واحد اخر راهي قلت نوريه لكم، ها هو جاي على حبه. شوفوا كيفاش طيبته لي علامه، والبنه ما نحكي لكمش، حتى راجلي ونتبه بلي كاين اختلاف. قلت لها طيبتها في هذه الكوكوط، هذه كان خلاع ما شاء الله، ولا غير طيبها لكم على حبه ويطيب الشباب وما يديش بزاف الوقت. المهم حتى اللحم، هذيك لاصوص تاع اللحم اللي خدمتها، هذيك ثاني عندها نص ساعه، يعني 35 دقيقه كل شيء طاب، يعني كل شيء وجد قبل الحشا، وجابني بنين تمنى ان شاء الله تجربوه. ما تنسوش خلوا لي لايك، خلوا لي كومونتير تاعكم، وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.